نذهب إلى الدوحة مع موفدنا سلام المناصير. سلام، هذه المواجهة أعطينا آخر الأخبار عنها. مساء الخير أبو كرم. طبعا مواجهة مرتقبة بين المنتخبين المصري والتونسي. نبدأ أولا بأخبار المعسكر المصري. طبعا الجماهير المصرية تلقت الخبر السار بعد يعني تواجد أحمد حجازي وفتحي حمدي فتحي ومحمد الشناوي في التدريبات الأخيرة، وهو طبعا ما يبعث الأمل بأن الثلاثي سيشارك في مباراة يوم الغد. طبعا كيروش قال في المؤتمر الصحفي بأنه لن يجازف بأي لاعب ما لم يكن جاهزا بنسبة 100%، حتى أنه قال بالحرف الواحد: سياسة التدريبية على مدار السنوات الماضية لا أسمح بمشاركة لاعب ما لم يكن جاهزا بدنيا وفنيا بنسبة 100%. بالجانب الآخر، المنتخب التونسي طبعا التحق منتصر الطالبي، وهو ما سيمنح منذر الكبير كما تقول طبعا المصادر الخاصة لصدى العرب بأن المنتخب التونسي سيلعب بثلاثة مدافعين في المنطقة الخلفية. سيتواجد منتصر الطالبي إضافة إلى بلال العيفة وياسين المرياح، وطبعا أيضا سيتواجد ربما علي معلول الذي طبعا هو المحترف في الدوري المصري وواحد من أهم الأوراق التي تعود لمنتخب نصور قرطاج. أبو كرم، التذاكر تقريبا بيعت بأغلبها، ما توفر من تذاكر لهذه المباراة فقط هي لدرجة واحدة في الملعب، تقدر سعر هذه الدرجة ب 195 ريال قطري، أي ما يعادل بحدود 55 دولار أمريكي. سيقود هذه المباراة الحكم الإيراني علي رضا، هو الحكم الدولي ابن 43 عاما الذي قاد أكثر من 300 مباراة دولية وأشهر البطاقة الحمراء في 26 مناسبة. نتمنى أن تكون مباراة يوم غد بلا بطاقات حمراء أن تكون ممتعة وجميلة تليق بسمعة الكرة العربية تحديدا الفراعنة ونصور قرطاج. التوقعات عندك لمين بتصب؟ مصلحة مين؟ أبو كرم، أنا حضرت أغلب المؤتمرات الصحفية للمنتخبين المصري والتونسي، لأول مرة أجد هناك احترام مبالغ من قبل المدربين. حتى منذر الكفير قال نحن سنواجه منتخبا كبيرا، من الصعب أن تكون مباراة سهلة. بينما كيروش عندما سئل يعني الأفضلية للمنتخب التونسي على حساب المنتخب المصري أجاب قال التاريخ فقط مباراة واحدة، لا تقولوا هنالك فوارق شاسعة. كما يبدو بأن المباراة 50-50. ماشي، شكرا لك سلام المناصير مفدنا إلى الدوحة. عصام، بناء على اللي قاله سلام، أنت مرتاح بمعناته دلوقتي؟ أكيد. لا، في خبرين كانوا كويسين لمنتخب مصر قبل ساعات من المواجهة الكبيرة اللي مع تونس في جولة نصف الحلم. هي دي. أولا الخبر الأول إن فعلا عودة المصابين غالبا هيلعبوا المباراة. الحاجة الثانية إن الاتحاد الدولي قرر إلغاء كل الإنذارات اللي فاتت. ده كان في 4 لعيبه من منتخب مصر او 5 عندهم انذار، يعني مهددين بالايقاف وما يلعبوش المباراه النهائيه لو خدوا لمنتخب مصر ان وصل المشوار.